مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا مع شبكة التلفزيون. إش كثر أنتي رقيقة، إش كثر أنتي رقيقة، وإش كثر قلبي عشق بستان روحك، وإش تبك بغصان أزهارة ورحيقة، وإش كثر نادت طويرات المحبة طيفك المجمول، وإش كثر قام يتوجد خاطري في كل طريقة. يا عيون مكحلة بماي المطر، يا عيون مكحلة بماي المطر، لو يخازرها القمر، لو يشوف رموشها ذاك القمر، هقوي تنه يا بعد عمري يموت من القهر. ضيفنا هذا المساء الفنان الإعلامي المستثمر كل شيء الأستاذ محمد السنعوسي. مساء الخير. كل شيء صعب في هذه المجالات، في هذه المجالات. مساء الخير، نرحب فيك في شبكة التلفزيون. حياك الله، الله يخليك. تذكر تحياتي للمشاهدين جميعا. نعم، تذكر هذه اللوحة الفنية اللي أخرجتها من ذكر الحارة؟ طبعا، لما أتحمس لعمل جميل أرعاه وأتبناه وأنزل من الدور الخامس إلى الاستوديو. كان ذلك في أعتقد أوائل الثمانينات. والله الذاكرة ما تسعفني بالضبط، ولكن أوائل الثمانينات. ويبتوا هالرمال والأشياء للاستوديو، عملتوا هالأزياء. كان عندي هدف وأنا أخرج لفرقة التلفزيون أو الأعمال الكبيرة المهمة، كان الهدف هو أن اللي قاعد فوق ينتقد يجب أن ينزل للاستوديو ويأخذ معه كل الشباب ليقول لهم شلون أصول الإخراج أو أصول، يعني لا يكفي أن تنتقد بدون أن تكون جزء موجه ومعلم للشباب داخل الاستوديو، فكنت أخرج لهذا السبب. يعطيك العافية، كان شيء جميل في الواقع. أبو طارق، يعني خلينا نبدأ يعني في صورتك اللي عند الناس، هي صورتك يعني الإعلامية، الإيمج الإعلامي. نعم. فأنت دائما يعني تردد عبارة، أو في معظم الأحيان تردد عبارة بأنك تريد تفكيك الإعلام. تفكيك الإعلام، يعني ماذا تقصد؟ هل تقصد مثلا أن تفتت وزارة الإعلام أو الهيئات الإعلامية الموجودة أو ما شابه ذلك؟ يعني يبدو المعنى لهذه الكلمة عند الذي لا يفهمها بالضبط من الناحية العلمية تبدو استفزازية، وكأن مثل ما ذكرت بأن تفتت الإعلام، وكلمة التفتيت إذا كانت علمية وبتخطيط سليم لا بأس، فالتفتيت هو التفكيك وكلمة التفكيك، ولكنك عندما أستخدم كلمة تفكيك وزارة الإعلام فأنا أحاول أن أعمل نوع من التوازن، لأنه قضية ما نسمع عن إعادة الهيكلة أو تدوير المسؤولين هذا كله يسمى في الوقت الحاضر ترقيع، ليس الحلول الجذرية لوضع أنت حللته وفهمت الأخطاء وبمعرفة صحيحة بأنك أنت توجه التوجيه الحديث المعاصر للإعلام. فكلمة تفكيك تعني التوازن بين رقبة وواقع المعروف الواقع بأن الدولة تريد الهيمنة على جهاز الإعلام، وبين الأمور الأخرى اللي لو أنت استطعت أن تعطي الحكومة ما تريد في الهيمنة على البرامج السياسية والأخبار لنفترض، هناك قطاعات كبيرة جدا في قضية الإنتاج اللي لا يهم الحس السياسي والاجتماعي، ولكن بالنسبة لتوجيهها إلى الحس الاقتصادي وإعادة الإنتاج بأسلوب حديث متطور، وفي نفس الوقت وزارة الإعلام وتلفزيون الكويت في آلاف البشر. تلفزيون الكويت لا يستحق كل هذا الكم الهائل من البشر، فعليك لا يستحق ولا يستوعب يعني. لا يستحق أن يوظف. نعم. في أعداد كبيرة، ولكن تختار العنصر المبدع
القادر على الإنتاج والعطاء واللي يفكر، فتعيد في هذا التفكيك بتنظيم أسلوب اقتصادي بإعادة توظيف هؤلاء بشركة ولتكن حكومية في مجال الإنتاج في البرامج الواسعة الكبيرة، وباستخدام أو استقلال الاستديوهات وكل ما يتعلق بالإنتاج بالأسلوب التجاري الأفضل، التجاري الذي يحاسب الفرد على إنتاجه. الوقت من ذهب، لا فيها تسيب ولا يأخذ إلا المبدعين والمنتجين. التلفزيون الآن في جيش، نحن لا نحتاج إلى جيش، لأن المبدعين يعدوا على الأصابع، فتختارهم وتؤهلهم وتدربهم لتستقلهم استقلال أفضل في الظروف الحالية. فالإعلام يجب أن نكون أذكياء في أن نطور وضع الإعلام بأسلوب مختلف عن تطوير أي جهاز إدارات أخرى، لأنه طيب. يعتمد على الإبداع. هذا يعني ربما كما شرح أبو طارق ماذا يقصد في مسألة التفكيك. طبعا احنا جايين لمعالم أخرى من هالنقاط يمكن نلقي عليها الضوء. بعد 5 أيام في 10 أبريل 2004 أبو طارق سيكون في الكويت أكثر من 100 كاتب وإعلامي من العالم العربي في المؤتمر اللي جاي، يعني ماذا تقول لهم بالمناسبة؟ يعني لا ينفع القول في تجمعات إعلامية، فالإعلاميون هم الأسوأ في الإعلام، وهم الأكثر قدرة باستخدام حناجرهم في الكلام، ولكن سيفضل الإعلاميون سواء اجتمعوا في الكويت أو في أماكن أخرى، لهم وجهات النظر المختلفة، وهي في الحقيقة هي تنقل الصورة الحقيقية عن الواقع العربي الذي نعيشه. وكل شخص إعلامي ينتمي إلى جهة ما، إلى فكر ما، إلى أيديولوجية معينة، وسيفضل الحوار والنقاش بالتجمع إعلامي كالهذرة، متعودين على الهذرة. ولذلك خليني أوضح بس للمشاهدين خارج الكويت، الهذرة أي الثرثرة، الثرثرة اللقو، الحكي اللي ما له معنى. لأن بالنهاية الإعلاميون يجب أن يكونوا يعني فئة مميزة في الرقي في الإعلام العربي، يجب أن يكونوا هم الوسيلة المهمة في توحيد الأمة، في التفاؤل للأمة. لكن ما نراه في الساحة الآن عكس ذلك، والمسؤولين عنه هم الإعلاميون. لذلك أنا قلت عن هذا التجمع وغير هذا التجمع. هذا التجمع بركة، لأن هناك الكثير من يأتي إلى الكويت ويجتمع في الكويت وتنشغل الفنادق، وبالتالي إن شاء الله سيكون هناك تنشيط تجاري، وأتمنى أن يستقل هذا التجمع سياحيا لترويج الكويت ثقافيا وعلميا وتجاريا. هذه هي الفائدة. جميل. طبعا أنت كنت في يوم من الأيام ابن تلفزيون الكويت، يعني الحين بالنسبة لتلفزيون الكويت لو سألتك هل أنت غاضب عنه؟ هل أنت مبسوط منه؟ هل أنت متفائل فيه؟ ماذا يعني؟ شوف سيدي، تلفزيون الكويت، إذا قلنا الإعلام في الكويت، الإعلام الرسمي والإعلام الخاص، الفنون، الآداب، الثقافة، المعرفة، التكنولوجيا، كل هذا لا يمكن في الكويت أن تتهم بشكل مطلق بأنه رديء، وفي نفس الوقت لا يمكن أن تتهم كذلك بأنه جيد. فله وعليه، ولكن هناك حقيقة في كل هذه المجالات المهمة الرئيسية الأساسية لنهضة أي أمة، بأن يكون هناك على الأقل إحساس وشعور من الدولة باحتواء على مستوى أفضل مما هو عليه. ولا ننسى أنه هذا كله هو نتاج مجتمع. إذا كان المجتمع عطاؤه جزل في الثقافة والمعرفة،
كل هذه الأجهزة بما في تلفزيون الكويت سيكون على شكل أفضل مما هو عليه. وفي نفس الوقت أنا متأكد بأنه قضية التلفزيون، وأنت طرحت التلفزيون فقط، نعم، التلفزيون ليس له مشكلة معقدة، لأن في الوضع الحالي المميزون أو القادرين على الإبداع وهناك المال وهناك الحرية، عندما تتوفر هذول الثلاثة وهي والحمد لله تتوفر بالكويت، يحتاج فقط إلى المايسترو، إلى العقلية التي تجمع هؤلاء، فقط هؤلاء، نعم، لا نفتح الباب، فقط هؤلاء في أسلوب حديث متطور وبالاستعانة إلى طاقات بشرية هائلة خارج مبنى التلفزيون. صحيح. ليس بالضرورة التعامل مع الموظف داخل التلفزيون، المعد موظف، المقدم موظف، المخرج موظف، ثم هناك أساليب مختلفة وعديدة وحديثة ومتطورة ليكون التلفزيون أفضل بكثير مما هو عليه إن شاء الله. أبو طارق، يعني سيرتك، أنا يعني ما قلت لك قبل، التلفزيون مساح في الواقع، سيرتك الذاتية الغنية والمليئة بالإنجازات يعني لا أستطيع أن أقرأها للسادة المشاهدين، لأن في الواقع طويلة، وأنت طبعا شخص معروف في الكثير من إبداعاتك ومساهماتك، بس في سيرتك الذاتية يعني أنك ساهمت في تأسيس التلفزيون سنة 1960، وعملت فيه مخرج ومنتج ومراقب للبرامج وفراش ومدير التلفزيون. لا، فراش ما عملت. عملت فراش، صدق. ليش؟ شلون؟ لأنه ماكو فراش، كنت أمسح حتى سنة 60 كنت أمسح الممرات، كانت عندي سيارة كتبت عليها التلفزيون وهكذا. فلا تذكرنا في ذاك العصر. أنا بذكرك لأن إلى أن أصبحت وكيل مساعد للتلفزيون نفسه، والفترة هذه امتدت منذ أن جئت التلفزيون، ساهمت في تأسيسه من 1960 إلى 1985. يعني ما الذي يتبقى في ذهنك كشيء يذكرك بتلك الفترة، كشيء بارز في من 60 إلى 85؟ نعم. لو سألت أي كويتي بعمر حضر فترة الإنتاج الوفير، فترة نوعية البشر العاملين المخلصين المنتجين اللي ينامون في الاستديوهات، لا تذكر المجتمع الخير الطيب المشجع في ذاك الوقت، لوجدت التحدي الكبير في عند كل واحد يعمل من أجل الكويت، الحس الوطني الهائل اللي، لأن تلفزيون الكويت يعتبر من أوائل التلفزيونات في العالم العربي، بدأنا نحن التلفزيون المصري في نفس الوقت، سبقنا التلفزيون اللبناني بأيام، ولذلك كان الدافع والحماس والتضحية. عفوا، بس ربما كان التلفزيون العراقي بالخمسينات، يعني العراق 56 كان البث بحدود كيلو متر ونص، كان في معرض، كان تومسون عرضت ذي وتركتها هدية للعراق، ولا يعتبر تلفزيون حقيقي، لكان يعرض فقط في كاميرا، ولكن التلفزيون اللبناني أول تلفزيون، ثم المصري والكويتي بنفس الوقت، ثم مشهد. فأنت تذكرني الآن، يمكن يكون الإنتاج بسيط وأحيانا ساذج، ممكن يكون محاولات الجميع، كلنا نتعلم، ولكن كان الحماس شديد وقوي، كان العناصر كل العاملين والمتعاونين مع التلفزيون يشعرون باعتزاز وفخر بأنهم ينتمون إلى هذا الجهاز، كان حتى المجتمع مشجع لكثير من الأعمال. ثم شيء واحد مهم جدا ويجب أن يذكر في تاريخ الثقافة الكويتية، بأن التلفزيون هو كان مروجا للثقافة والمعرفة للمجتمع الكويتي، يعني لما نتحدث عن الأدب كان التلفزيون هو الوسيلة لإيصال الكتاب والأدباء إلى المجتمع نفسه، إلى المشاهد، وبالمعارف الأخرى الكثيرة. وكان هذا، وما بي أطول في الجواب، ولكن كان التلفزيون يلعب دور. أنت سعيد في تلك الفترة، كسعيد عن تلك الفترة، أم أنك يعني تركت التلفزيون وفي ذهنك أشياء لم تستطع تحقيقها مثلا؟ طبعا، أولا كلمة سعيد هذه لا تكفي، لأن أنا قضيت 26 أو 27 سنة من أجمل ما في حياتي، الزمن هذا لا يمكن أن يتكرر، وكنت أعيش ليلة نهار في وزارة الإعلام،
وكان حتى في عشقي للإعلام وتلفزيون الكويت كان يعرض علي يعني مناصب أعلى بكثير، وكنت أرفض لتمتعي في العمل في التلفزيون. وكان الناس يعني على ما أذكر يتصلون فيك لما صرت مدير تلفزيون، أول ما صرت مدير تلفزيون، وإذا ما عجبتهم أغنية يتصلون فيكم، ها زعلانين عليكم أو شيء من النوع. التفاعل نعم. هذا نعم. تفاعل المجتمع، واللي يبي المصارعة واللي هاوشني ليش مصارعة، خصوصا الرجال الكبار بالسن في الديوانية لما ندخل على الوالد الله يرحمه وجماعته. نعم. يا ولدي اليوم ساعة. نعم. وقصيره اليوم كان طولت المصارعة، وهكذا كان الناس هي الوسيلة الوحيدة. نعم. الآن احنا في وضع مختلف. نعم. تماما. انت مو بس طبعا مخرج ومنتج ووكيل مساعد، انت ايضا قدمت عدة برامج، ومن برامجك الظريفة اللطيفة اللي قدمته في ذلك الوقت اخترنا هذه اللقطة. الحين الفيران. الفيران، موضوع الفيران لفت انتباهي وأنا أقرأ مجلة عالمية اللي هي ناشونال جيوغرافيك ماجازين، فيها مقال من 32 صفحة عملوها مختصين عن الفأر، محاسن ومضار الفأر. اخترت جزء منها لنسمعه. شوف. الفأر ألد أعداء الإنسان، فهو ينهب خمس محاصيل العالم في كل عام، وينقل للإنسان عددا كبيرا من الأمراض والأوبئة، بل إنه يهاجم الإنسان بالفعل. إن الفأر هو كلب الشيطان المدلل، وإن الفأر العادي يستطيع أن يفعل الآتي: يستطيع أن ينسل من فتحة لا تزيد على ربع حجمه، أن يتسلق الجدران وكأنه يصعد فوق درجات سلم، وأن يسبح مسافة نصف ميل ويظل عائما في الماء بتحريك أطرافه لمدة 3 أيام. يستطيع أن يقرض أنابيب الرصاص ونفايات المعادن بأسنان كالمبرد وبقوة 24,000 رطل في البوصة المربعة. طيب يعني الحكي عن الفأر صار طويل، انا بس لو تفرون الشريط شويه نشوف بطارق ايش قال بعد شويه لما يكون جاهز، ايش علق، شنو تعليقه. انك تسوي هالبرامج هذه في الواقع كبرامج توعيه للناس، كان في مثل ما تقول حمله لصيد الفئران. ها كنت اشتري الفئران. انت تشتريهم؟ نعم. شوف أنت ذكرت في البداية بأنه هذه البرامج هي مسلية. نعم. قضية التسلية هو أسلوب. نعم. في تقديم برنامج ليكون شعبي محبوب. نعم. يشاهد الصغير والكبير، وهذا أسلوب معروف في مدارس الإعلام. لكن كنت أعالج قضايا مهمة جدا في المجتمع الكويتي مقفل عنها، يعني الناس يعني لم تهتم لا وزارة الصحة ولا الحكومة ولا، وأبين الأخطاء بوضوح وبصراحة تامة، ونحاول أن نعالج هذه الأمور لألا تتكرر ولا ألا تحدث. قضية الفيران أنا لما طلعت في 74 كانت مأساة في البلد قضية الفئران، وكنت أزور المستشفى حتى الأميري، وكان في عدد من المصابين بعض الفئران وخطيرة جدا، فذهبت وحددت برنامج معين أني أظهر لأشتري الفأر ب150 فلس، كان على حسابي الشخصي، واخترت موعد للطلبة في أيام العطلة المدرسية. فقضية أنك أنت تطرح على أي مجتمع، تطرح فكرة جديدة راح يتداولها الجميع، اللي يمزح واللي يضحك واللي ما عنده سالفة واللي يقول سالفة، ولكن بعدين راح يتضح أنه ما طرحته كان حقيقة يستحق الطرح. والحمد لله حتى الذين تطنزوا وعيبوا يشكروني في هذه الفترة. إيش قال بطارق بعد صورة الفار؟ هل ما جهزتوا لنا الخلصة هذه؟ اوكي لما يخلص وايد اشياء نشوف لقطه، يعني او لقطه تاريخ يعني طبعا لا يعني او لقطه غيرها مناسبه، يعني اذا قدروا الاخوان في الكنترول، واسفين ازعجناكم في الكنترول. طيب بطارق يعني
أنت أيضا يعني إنسان مثل ما يقولون سياحي، لأنك بعد التلفزيون اشتغلت في شركة المشروعات السياحية. هل يعني تعتقد أن الكويت يمكن أن تكون بلد سياحي بمعنى الكلمة؟ يعني أبو فهد، كل بلد على وجه الأرض مهما كانت العناصر سواء متوفرة أو غير متوفرة تستطيع أن تسمي نفسها بلد سياحي. كيف؟ أولا، قضية السياحة هو قرار سياسي على أعلى مستوى بأن يتخذ بأننا نتبنى فكرة أن تكون البلد سياحية، وثم يجهز لها جهاز كما نحن عندنا الآن أخيرا والحمد لله أصبح هناك جهاز في وزارة الإعلام والتابع لوزارة الإعلام، وأتمنى أن لا يستمر تابع لوزارة الإعلام، يبي أن يعطى قوة ودعم قوي جدا ليكون فعلا فعال. نعم، هذا أنت بديت في تفكيك الإعلام يعني. أحدهم هذه الأشياء. لو 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 تحب نطول في قضية التفكيك لا أعطيك أمثلة كثيرة على وزارة الإعلام. بالنسبة للسياحة، فموضوع السياحة البلد، نعم الكويت تستطيع أن تكون بلد سياحية. أولا، الكويت لها شواطئ جميلة وفيها كم هائل الآن خصوصا من الفنادق، وفي حركة طيران، وفي وكالات لخدمة الطيران وخدمة الزبون، ثم التنشيط التجاري من أسواق وبضائع مختلفة. أي إنسان تقريه أن 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 يتبضع ويشتري، ومحلات جميلة ورائعة ومغرية في الشراء، وعلى مستويات مختلفة، كل واحد يتجه إلى السوق المناسب وحسب ما يملك من فلوس في محفظته. ثم البلد عندما تنفتح كاقتصاد بنشاطاتها المتعددة، يتحول هذا الموضوع بجدية إلى حركة قطاع اقتصادي خاص يتولى شؤون الذي تعجز عنه الدولة. الدولة هنا لا تستطيع أن تقدم كل شيء، الدولة مشغولة في أمور أهم، ولكن تريد أن تشجع، أن تدعم، وأن تروج الكويت للسياحة. اسمح لي والبلد تحت سياحي. اسمح لي قطعتك، يعني السياحة ربما تحتاج إلى أمور أكثر وأمور أخرى غير مجرد الشواطئ الجميلة. خمر. لا 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 لا, لا, لا. رايكس. لا اسمح لي مو مشكلة. لا، في مو عن الخمر والرقص، لا أنا ما لا تحط شيء في كلامي، أنا ما قلت. لا مره رد عليك الحين. طيب. يعني هنا يعني الحفلات الغنائية العادية حتلاقي ناس تشيل وتشدخ تعارض هالحفلات الغنائية، الأمور اللي فيها فرح وناسة حتلاقي ناس تعارضها. يعني كيف أنت بتحول الكويت إلى بلد سياحي وعندك هالأجواء مستمرة ومستمرة ومستمرة، وما دور الحكومة في ذلك الفضل. يعني سيد الفضل، هذا نعم. أسلوب تقليدي قديم مع نعم. احترامي لوجهة نظرك نعم. بأن السياحة الآن يجب أن يكون فيها شيء من الترويح مثل هذا النوع. نعم. ليس بالضرورة. المتعة في السياحة والرائجة في السياحة الآن هي السياحة العائلية. هناك دول السياحة عندهم سياحة صحية، وهناك سياحة دينية، والكويت سياحة تجارية نشطة وفيها مجالات واسعة للأسرة والعائلة والأولاد. هو مجرد قرار أن يتخذ ويدعم. أما إن ليس بالضرورة أن يكون هناك رقص أو قناة أو ما أشبه ذلك. الناس اللي جايتك يمكن جايتك من دول أصلا ما لها السوالف هذه كلها، تحتاج إلى الراحة، إلى مصحات جميلة، إلى شمس، إلى بحر، إلى هذه البراءة الرائعة الجميلة. وأهم ما فيها إن أنت تريد دعم تنشيط التجاري، فهذه أحد الأسباب. لكن لو قلت لي أنت شيء آخر، لو قلت لي شلون نصير سواح وأنت بدل حسرة تطلع فيزا، أني نتفاهم، نقول لك نعم أنا أتفق معك. ولكن نحن نعرف في الكويت الأمور ما هي سهلة في أشياء كثيرة، ولكن لما تحب قضية معينة ويتحسس الإنسان التاجر والقطاع الخاص والحكومة تراعي وتحس بأنه هذا في ترويج له وفي رأي عام له، تسهل. فأنا متفائل من قضية
الممنوع وهو الأسهل الآن أن تطلق ممنوع الأسهل، لكن الآن مطروح أشياء كثير جميلة ومشجعة عما كان عليه العام الماضي. فانفتاح الكويت إلى الدخول لها مع الحذر في، ولا ألومهم في قضية الهاجس الأمني، ولكن الهاجس الأمني لا يحتاج قرار المنع، يحتاج إلى تطوير إدارات وأجهزة لتتولى هذا. فأنا متفائل إن شاء الله. طيب الآن الأخوان اللي قلنا يعني لقطة يبدو أنها لك، ومع الأخ بدر بورسلي حوار أيضا عن بعض الحيوانات. أوكي، أنا لما سويتها أولا سويتها بالصيف، فترة الصيف، لأن في عطلة مدرسية. العطلة المدرسية طلبة مليانين الشوارع، ما عندهم شغل، كل واحد بيحوش له دينار باليوم إذا يبلي كم راس فار، هاي شغلة. وبالفعل بدأت موضوع الفيران، وصار عندي أعداد كبيرة، وشغلتي بس حتى هذه شغلتني عن عملي بالتلفزيون، براميل أحرق هالفيران وغاز، ولا بحد يساعدني لأن ما حيحاشونهم نياسة. تحملت هذا، وتحملت علي النكتة والتعليق وكل شيء في سبيل بلدي، وبالنهاية لحد هذا اليوم يذكروني بالخير على موضوع الفيران اللي تطنزوا عليه في الوقت ذاك الوقت. ثم بدأت الدولة، وقمت أدفع من جيبي الخاص لفترة طويلة، إلى أن اتصل فيني عبد العزيز العتيبي في وقتها، كان يقول لي أبو طارق ما ينتصر، قلت والله من جيبي، قال بندز لك 2000 دينار، دزوا لي 2000 مجلس الوزراء 2000 دينار، كثر خيركم، زين مساهمة، بس أنا أبي أكثر من كذي، أبي أن يكون هناك اهتمام من الدولة بالقضاء على الفيران بشكل، مو بالشكل اللي هو يثير الآن. وبعدين يعني هذا ما لن نقضي على الفار بالأسلوب الشراء والبيع. فجاءت الإدارة في وزارة الصحة وأنشأت بناء على ما حصل من برنامج رسالة والسنعوسي إدارة ضخمة بأموال كبيرة والحمد لله، وعينت لها رجل مسؤول، وكتبوا كتاب عن موضوع هذه الخطة الفظيعة في القضاء على الفيران. وأنا أتصفح هذا الكتاب لم أجد حرف واحد عن السنعوسي والفار. يوم من الأيام حرف واحد، إذا فشلت الحكومة في القضاء على الفار راح أطلع لأشتري الفار حتى لو بدينار. خرعت الفيران، طالع شعري بهناك، روعة يا ابو طارق، شيبنا، خرعت الفيران اللي في البلد كلهم. وطارق يعني بين هذا وذاك، يعني من نشاطك الاول من التلفزيون الى شركه المشروعات الى الاعمال الطيبه هذه، قمت بانتاج افلام عالميه في الواقع، افلام مثل فيلم الرساله وفيلم عمر المختار وأفلام تجارية أخرى تم إنتاجها في أمريكا. بعدين هذا النشاط توقف، يبدو أنه يعني بصورة شبه مفاجئة أو فجائية. هل هذا يعني بسبب مثل ما تقول عدم النجاح التجاري من المردود أو الربحية، أم أنه لخلاف مع شركائك كما أشيع أحيانا، أم لأسباب أخرى؟ طبعا في مرحلتين. في المرحلة الأولى بإنتاج فيلم الرسالة، كانت هناك شركة اسمها الشركة العربية من 4 دول، الكويت والبحرين وليبيا والمغرب، هم، وأنا كنت رئيس مجلس إدارة هذه الشركة لإنتاج هذا الفيلم اللي هو الرسالة. الرسالة. أما الأفلام التجارية فهي محفظة كويتية من مستثمرين، عملنا في إنتاج هذه الأفلام. الحمد لله لم نخسر كمحفظة أو يعني رسالة من الإنفاق عليها مثل فيلم الرسالة، ولكن التوقف متقلبات سوق السينما في العالم، لأنه أنت عندك لازم يكون عندك جدوى للدراسة، وجدوى الأفلام لا ينفع أن تقرأ جدوى اقتصادية لتحكم على الفيلم ونجاحه. عليك ثقتك أن تكون في الأشخاص والأفراد المنتجين له والموزعين والخطة المستقبلية. عندما عملنا في هذه الأفلام تجاريا كان الربح موجود، ولكن كان في توجه من قبل التسعينات بأن الأفلام الفردية المحدودة تضيع،
مقارنة في الاستديوهات الكبيرة التي تنتج كم هائل من الأفلام، كل واحد يغطي الآخر في حالة. فشعرنا أن السوق، أو شعرت بأن السوق لم يبدأ أو لم يكون كما كنا نتصور. فسحبنا أنفسنا في الوقت المناسب، والحمد لله أنه الجميع لم يتضرر بل ربح. في الأخ المخرج ذهب لنا لقطة صغيرة من فيلم رسالة، إذا ممكن بس نشوفه. The arrival of camera, crane and lights restored the balance between illusion and reality in favor of illusion. The team of Oscar-winning technicians had arrived to look at and to feel their own peculiar way round this world that Tambi Larson and Morris Fowler had created. They would be working in it for the next 13 months to make the illusion on film as complete as possible that this is Mecca, that the date is 6:10, and that this was where Muhammad was born and lived, in the making of one of the major religions of the world. Make a mark there if that's at all possible. That was the task of costume designer Phyllis Dalton, who clothed the populations not only of Mecca and Medina, but also of the courts of Abyssinia, Byzantium, Persia and Egypt, and the armies that fought for and against Muhammad. And all actors who are playing to the Prophet look directly at the lens of the camera. We have found that sometimes the Prophet had to move, stand up or sit down, and we use our camera just like another actor in the picture. What is the Prophet of God doing? Carrying bricks, eh? Give me that. Look, you are doing too much. Please, go and sit down. We'll do. تقرير قصير عن إنتاجية وصنع الفيلم. فيلم الرسالة في الواقع الرسالة. والممثلين والكاميرات تتحرك وأنطوني كوين بالأخير طلع، هذا صحيح كان بطل. وهذا الفيلم صور بالعربي، يعني تو فيرجن بالعربي وبالإنجليزي ومختلف الأصناف مختلف. لكن بس حبيت أذكر هني، ترى أنا أرسلت لهذا الفيلم للتدريب ما يقارب من 20 شاب من تلفزيون الكويت في ميادين مختلفة، سواء في المكياج كان عبد العزيز المنصور الله يذكره بالخير، وفي التمثيل مجموعة، وفي الديكورات للتدريب في هذا الفيلم، وما أدري كلهم تركوا تلفزيون الكويت لا أعرف السبب، ولكن ظهر شيبة قطعا استفادوا من هالمعلومية. نشاطك التجاري والاستثماري لم يقتصر على الأفلام أو الأمور السياحية وما ذلك، لأن آخر نشاط استثماري يعني في الكويت مؤخرا وهو يبدو على العال هو مشروع اسمه مشروع سليل في منطقة سليل الجهرة في الجهرة. نعم. عندنا صورة للقطات خفيفة، هذا كان حاضرة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد، وكانت في لقطات اللي حضروا المشروع افتتاحه، وكان في هذه لمخطط عام. نعم. جوي تقريبا مسطح للمشروع، وتبين فيه شيء جميل في الواقع أبو طارق. هذا نعم. سليل الجهرة مشروع كبير على 450 ألف متر مربع. سليل الجهراء متميز عن المشاريع الأخرى لأن يجمع عناصر متعددة ومختلفة بما فيها وأهم ما فيها، واللي أنا أشعر باعتزاز بأني استطعت إقناع جهات رسمية وغير رسمية وشبه حكومية، اللي هو المركز الثقافي العلمي، وهو على قطعة أرض كبيرة جدا يحتويه هذا المشروع. هذا المشروع فيه عناصر عديدة من شاليهات وفنادق واستراحات وصالات المناسبات والأسواق والبحيرات وحمامات السباحة وركوب الخيل واسطبلات وكثير، يعني لا أستطيع أن أعدهم كلهم في مثل المولز الفترة. في سوبر ماركت. نعم، نعم، كل هذا موجود. نعم. وخارجيا وداخليا مدن العاب. نعم. واختير أنا في رأيي أنه الموقع هو أجمل بقعة في الكويت على الإطلاق. ولا تسوي دعاية حق ما في داعي تسوي دعاية حق مشروعك. لا في الواقع جميل، ما يحتاج. لا في الواقع جميل. هو جميل. جميل. جميل لما يكون هناك شيء جميل هو لا نفسه يتحدث عن نفسه. أنا أقول لكم جميل في الواقع. ثم هو في نظام رائع. يعني هو
مجموعة مساهمين، شركات، نعم، من شركات مساهمة كبيرة، نعم، ولها باع طويل في هذا الميدان، نعم، وفي نفس الوقت بنظام البي او تي، ويعني نعم، إذا تسمح لي أشرح شنو البي او تي، البي او تي مو كل واحد يعرف معنى البي او تي. تفضل. البي او تي هو اللي هو build operate and transfer، يعني بالعربي البناء والتشغيل والتحويل. النهاية المهم في الموضوع التحويل، انه بعد 20 سنة يرجع هذا المشروع الى الدولة او للجهة اللي تعاقدت انت معها، لان الدولة ممثلة في عدة، في املاك الدولة او في هيئة الزراعة او في اي جهة اخرى، يرجع هذا المشروع. يعني الدولة معطيتكم الأرض بطارق مثلا، نعم، يعني نعم، الأرض، وأنتم تبنون الـ 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 الأشياء الجميلة، المرافق اللي عليها. نعم، يعني هذا النظام هو الحقيقة، يعني إذا تسمح لي أتكلم عنه، لأنه هذا وقته الآن في هذه الفترة. نعم. لا لو أمانة، يعني أنا أمزح وياك، هو في الواقع جميل، يعني كل اللي شافوا المخططات واللي حضروا. تقدر تقول غير كذي؟ لا ما أقدر. ما أدري بقى. سيدي الفاضل، نظام البي او تي نظام عالمي معروف ومشهور وله سنوات طويلة، ولم نخترع احنا نظام البي او تي، يعني نحن نقلد ونرجو ان نقلد على بطرق افضل واحسن، يعني تقليد زين، ولا بد من تطوير فكرة البي او تي ليكون مشجعا ورديف للتنمية في البلاد. احنا هذا النظام بالكويت كان يعمل فيه على خجل البعض، وفيه بجانب النحاسة والروتين غير مفهوم. التجار أو المؤسسات التي تحب تعمل في نظام البي أو تي كانت تتعذب كثير من خلال البلدية وأملاك الدولة والفتوى والتشريع وديوان المحاسبة، ودائرة تأخذ سنوات لا تحتاج إلا أن الإنسان يكون مقاتل ليستمر تحقيق طموحه وأفكاره ومبادراته. فنظام البي او تي يعني هو الآن، وبالذات الآن في الكويت، وعندنا الآن إحساس وشعور بنشوة وتفاؤل في التقدم والتطور اللي قاعد يحدث، والمشاريع المطروحة الآن في هيئة عليا للمشاريع الكبرى، وفيها مشاريع معروفة، الصبية وصليبخات وفيلتشا، وهذه أشياء جميلة أعطي الآن، وأرجو أن يعطي حتى للأشخاص الرواد الكبار اللي حاطين ملايين الدنانير في بلدهم ويحبون يستثمرون أموالهم في بلدهم، مثل هذه المشاريع يجب أن يشجعوا على هذه المواضيع. ففي عرقلة لازال، يعني نظام البي او تي في الكويت لا زال غير منطقي في قوانينه وتشريعاته الموجودة. فأنت تحط لي 50 مليون دينار لمشروع لعشرين سنة، كيف تصير؟ لكن أنت تأخذه على الطريقة الكويتية يصير خير، وهذا غير منطق علمي وله صحيح وله سليم. تأتي العقود بينك وبين الدولة، عقود فرمانات من جهة واحدة، تبي ولا أطلع، وهذا ليس الأسلوب. بس في، عفوا بغضارك، في دراسة جدوى لا شك، يعني بدون دراسات طبعا هم يطلبون منك الكثير الكثير، لأن أنتم لا كأصحاب مشروع عندكم دراسات جدوى أن هذه العملية هذا مربحة المشروع. يعني طبعا ولا ايش حق تسوي؟ اي صح. هذا المشروع 3 شركات قاموا في وضع دراسات له، نعم، حسب المتغيرات، نعم، اللي حدثت حتى هذا الوقت، نعم. لكن المهم انه هذا هدف نبيل، نظام البي او تي، وهدف مرادف مع النهوض في البلد، صحيح، ومشاريع التنميه وازدهار الاراضي الخراب والغير مستقله. ثم انت تقدم الى الدوله بما فيه البنيه التحتيه بتكاليف كلها عليك، حتى بايصال الماء والكهرباء وما اشبه. فالدوله حقيقه يجب ان تتبنى هذا بشجاعه، ويجب على الآخرين في كل مرافق الدولة، سواء كانوا في البلدية أو في أي مكان آخر، أن يحتضنوك، شدوا على إيدك عندما يقتنعوا بأنه هذا المشروع يستحق، لا يعذبوك ولا تنصرف، وكثر خير من استطاع أن يقاتل حتى يحقق
مشاريع على أرض الكويت. موفقين إن شاء الله بطارق. شكرا. غير بس الموجة شوية عن المشاريع وهذا. هذا أحلى شيء أنا ودي أحكي عنه. شيء جميل. أنا ودي أحكي يعني كله عن المواضيع. موفق إن شاء الله. إعلام وما الإعلام. أنت دائما. بل أنت طبيعتك إعلامي تجيد الحديث عن أي موضوع في الواقع. بارك الله فيك. بطارق يعني أنت أيضا عضو في مجلس إدارة التعليم التطبيقي. وقرأنا لك أو قرأنا في الصحافة مؤخرا في صحيفة القبس بالأحرى يوم السبت إن خريجي معهد التمريض اللي هو تابع للتطبيقي يستقلون أو ما يستمرون في عملهم في المدد الطبيعية. يعني ليش هذا الشيء؟ نعم قاعد يصير؟ هذا خبر مزعج وإحنا نعي هذا الأخوة وإدارة المعاهد والمجلس الإدارة يعي كثير من السلبيات. المعاهد التطبيقية يعني لا تختلف في الحقيقة في نظام التعليم والتربية في الكويت، فهي جزء مهم وأساسي، وأنا أعتقد أنها تبذل طاقة كبيرة في موضوع الدراسات الخاصة فيها واختصاصاتها المعطاء إليها في التعليم وفي التدريب. ولكن عندنا في الكويت ورثنا مشاكل ليس بالسهل حلها إلا بشجاعة وبقوة بحزم. فلو تحدثنا احنا عن التعليم العام فنجد ان التعليم العام في مشكلته الرئيسية هو في المنهج التعليمي والتربوي. يعني اذا تحدثنا عنه فلا يمكن الا ان نتحدث عن كل هذه العناصر، عن الإدارة المدرسية وقدراتها ومواهبها وإمكانية علاقاتها بالطلبة والعكس، وتطويرها وتأهيلها إلى أن تكون المدرسة جاذبة ونشطة، عن المدرس المعلم تأهيله وتدريبه وعلاقته بالطالب وعلاقة الطالب فيه وقدراته وتعليمه وشهادته، لأن لا يقبل المعلم. هو معقول الآن أن يقبل المعلم نعم. أقل من أن يكون عنده بكالوريوس نعم. ودبلوم لا. تربية نعم. عفوا بس لمقاطعتك يعني عشان ما نتفرع يعني شوية هذا أكثر مما نرغب. يعني القضية في هيئة التمريض خريجينها يعني نعم ليش يعني يستقيلون وغيرهم ما قاعد يستقيل يعني من خريجين الجامعة وإلى آخره؟ لا نعم هذا مو صحيح نعم. اولا نتائج التعليم يعني أوكي. انت الان اذا اخذت الجامعه فاحنا نعاني الان وبصراحه حتى وزاره التعليم العالي يعني المسؤولين في الجامعه يعرفون مخرجات التعليم مخرجات ضعيفه ومخرجات تحتاج الى اعاده نظر، واعاده النظر ليس مرتبطه فقط في نوع الطالب، مرتبطه في اشياء كثيره بما فيهم المدرس والدكتور المشرف كمدرس واستاذ في الجامعه، على المناهج الدراسية، على الكتاب، على تطوير التعليم، إلى أن إلقاء كليات التي لا نحتاج لها في الوقت الحاضر والواقع الآن في سوق العمل لا يحتاج لها، وتطوير هذه المناهج الدراسية والكتاب إلى رؤية مستقبلية حديثة متطورة تكنولوجيا وكذا. في المعاهد التطبيقية تأتي أعداد، أولا يعني القصة الأعداد تأتي أكثر بكثير من طاقة وقدرات المعاهد التطبيقية، لأن يعني ضغوط اجتماعية وسياسية بقبول هذا الكم الهائل من الطلبة، فيأتي يبحث عن مكان ليأخذ بالأخير الدرجة، ولكن التسيب وارد، ثم يأخذ تخصصات ليس عنده الرغبة بالاستمرار فيها. عند التخرج هو لا يهتم بأنه يطور نفسه معاها وينشط معاها. بالنهاية مثل الممرضين، مثل ترى هناك ليس فقط في التمريض، هناك كليات أخرى
أفضل أنا تبحث برمتها. لذلك يعني موضوع طويل هذا. أنت وين سؤالك هذا ثقيل على فكرة. أنا آسف. طيب ما أبي البرنامج ينتهي قبل ما أسألك العديد من الأسئلة اللي أنا واضحها، وهو طبعا اللي قاعد يدور هالأيام واللي شاغل الناس يمين ويسار وفوق وتحت، هل اللي هو فيلم أو برنامج بالأحرى ستار أكاديمي اللي عرض على البي سي؟ لا شك أنك شفته. وما رأيك باللي حصل؟ وما رأيك في البرنامج إلى آخره؟ نعم. ستار أكاديمي سجل ناس فاضية والله. نعم. تشغل نفسها في قضية مثل هذه بهذا البعد الرهيب الإعلامي والتصريحات والخطابة الناس اللي تكلم عن البرنامج في كل العالم العربي، مش الناس اللي تشوفه، لكن نحن نتشنج أكثر. نعم، تفضل. يعني عاطفيين، تشنجنا يكون عالي جدا ماشي. في مجتمع صغير في حرية الرأي. تفضل. أولا يجب أن تعرف تماما بأنه هذا البرنامج وأمثال هذا البرنامج هو برامج تدهش المشاهد العربي اللي تعود على برامج تشبه بعض، على نسيقة واحدة وعلى أسلوب واحد، وتعود عليها مملة حتى أحيانا. أحسن البرامج يحبها لمدة 6 شهور ثم يكرهها وينتقل إلى شيء آخر. هذه طبيعة المشاهد. المشاهد العربي ثقافته بالتعامل مع الفضائيات ثقافة غير موجودة، لا يملك الثقافة في اختيار البرامج. هو يعرف أنه كيف يلعب بالريموت كنترول بشكل أو بآخر للبحث عن ما يرغب فيه حتى لو كان دقائق. القضية ثقافة، ثقافة في التعامل مع القنوات الفضائية مع البرامج الأفضل والأحسن. الآن أرجع لك إلى هذا الموضوع. هذا البرنامج على سبيل المثل ما هي على بالي مطلقا أن أشاهد برنامج، لأن بس فقط لوقتي لا يسمح لي بمشاهدة التلفزيون وقتي. ولكن أنا شاهدت هذا البرنامج من 3 أسابيع قبل النهاية. ليش؟ لأن فجأة كان هناك فتوى بتحريم والتحريم هذا البرنامج، فوجدت نفسي أنا أنه وصلت إلى هذا الحد، لابد من مشاهدة هذا البرنامج. أستاذ محمد، يعني قالوا عن ستار أكاديمي أنه مو زين، بينما يعني الآلاف من الشباب وغير الشباب يشاهدونه ويهتمون فيه. شفته. تعرف يا سيدي الفاضل، وهذا تصريح من البي سي، عندما حرم وظهرت لنا كل هذه الخطابات العنيفة المعارضة المحرمة والذي المتشنجة هذه، زادت نسبة المتصلين من الكويت 20%. في قضايا أنا برنامجك لا يسمح. طيب خلينا نشوف شيء يشابه ستار أكاديمي، اللي هو أيضا الكلام عن تحريم فيلم أنتج بالخارج اسمه آلام المسيح. طيب. وعرض في بعض الدول العربية والإسلامية وجت يعني تحريمات أنه ممنوع عرضه وممنوع مشاهدته إلى آخره وإلى آخره. هذا أنا أستخدم كذلك في هذا الموضوع. يا سيدي الفضل، عندما عملنا فيلم الرسالة وإحنا تحدثنا عنه من شوية، أخذت هاري غريغ وهو أيرلندي شاعر مشهور ويكتب السيناريوهات لأكبر الأفلام منها نابليون وغيرها وكذا، وديته إلى القاهرة ليسكن، وكنت معاه لمدة 6 شهور في القاهرة. هذا الرجل حفظ القرآن، هذا الرجل يجلس معاه المرحوم عبد الحميد جودة السحار وعبد الرحمن الشرقاوي الأستاذ الله يرحمه الشرقاوي، وكلهم معروفين، وتوفيق الحكيم وآخرين كثيرين، يجلس معهم ويناقشهم بفهم مبادئ الإسلام وقيم الإسلام والتاريخ الإسلام والسيرة النبوية، تعمق في الدراسة والفهم ليستطيع أن يقدم شيء. الآن موضوع هذا الفيلم، كثيرين جدا من العلماء الأفاضل المسلمين الذين تخصصوا في مقارنة الأديان وفي دراسات عديدة لابد لهم من قراءة الإنجيل والتمعن فيه، سواء يوحنا ولا متى ولا الآخرين. فهذا معرفة وعلم. هل الآن بتقول لي إن عندما عرض في قطر أو دبي أو في مكان آخر
بعد أسبوع هذولا سيحصلهم لوثة مسيحية سيتأثرون بالفيلم أو سيرون فترة معرفية لنعرف وجهة نظر مسيحية كما نحن نعمل فيلم الرسالة ليس للإسلام المسلمين عملناه ليعرض للمسيحيين ليعرفوا الدين الإسلامي على أصوله. بطارق هل يسمح لك وقتك أن نعمل حلقة ثانية إن شاء الله لأن في قضايا ما أثرناها يعني. هو ما يتوقف ما يتوقف على الناس إذا يبوني أي مرة. أنا الحين بس أنا بسألك أمام الناس الآن إحنا على الهواء لكن أنت قلت لي في بداية البرنامج أنك لا تريد اتصالات. إي والله. ليش ما كنت تريد اتصالات؟ كتلفزيوني. نعم. تلفزيوني. التلفزيون لم يخلق لأن أمسك تليفون هلو. هلو نزل التلفزيون لو سمحت نسمع صوتك ولا هلو أوه انقطع الخط لا عادي في ناس بيقولون رأيهم في اللي قلته لا يجيني يقعد معي على الطاولة يناقشني وجها لوجه والعين في العين نعم. إنما إنك على التليفون هذه أنا أحس بالنوم لا أرغب وأشكرك إنك أنت سمعت كلامي عادة عنيد ولكن أشكرك يعني أنت في إجمالا ترى أن التعامل مع مثل هذه الأفلام وبهذه البرامج يجب أن يكون فيه الكثير من التسامح والكثير من الدراية بالتفاصيل صح؟ هذه نعم. مثل ما قلت لك نعم. عندما أقرأ عن الآخرين وجهات نظرهم نعم. يكون فهمي عميقا نعم. ويكون تقديري لما أؤمن فيه أكبر وأحسن نعم. فأنا اللي شايفة أمور الحقيقة نحن جيلي أنا والناس اللي أعرفها نعم. لا تستطيع أن تتقبل هذا الخطاب المتشنج نعم. واللي ما له معنى طيب أعزائي المشاهدين يعني إن شاء الله أبو طارق إن لم يكن الحلقة القادمة ربما يكون مشغول فستكون الحلقة اللي بعدها حلقة أخرى مع الأستاذ محمد السنعوسي لأن في عدة قضايا لم نناقشها وشكرا لكم على مشاهدتنا هذا المساء شبكة التلفزيون وخلكم معنا الأسبوع القادم فما الله